ايه رايك في سهيل؟ هو عايز يكلمك؟ دي هعيل اهبل واني نزلت فيه. سهيل ايه دي اللي ما طلعتش من البيضه لسه؟ انا عايز اتجوز سهيل يا حسن. انت بتهرخ صح؟ تبقى جننت يا صابر. عايز تتجوز سهيل عشان تغيظ رحاب ولا عشان تزود العداوه بينك وبين اخوك؟ وليه ما تقولش اللي انا بحبها مثلا؟ لا واني بريالي هصدق انك تحب عيله تافهه زي دي. فوق يا صابر، البت مش ليك. وبعدين انت نسيت انها اخت زين ولا ايه؟ هو مش زين ده كان صاحبك من زمان ولا ايه؟ صاحبي دي اللي رماني في السجن، ولا بيطيقني ولا بيطيقك، وانت كمان عايز تروح تناسبه. لا لا، البت سهيلة دي اغلب من الواد زين. انت بتعمل في نفسك كده ليه يا اخويا؟ مش فاهم. انت تستاهل احسن واحده في البلد وفي الجمهوريه كلها. ما تفهمني يا اخويا عايز ايه بالظبط؟ خلصنا يا حسن. أنا عايز ليلة البلد كلها تضحك عليها. طب ما تاخدها حجة وتروح تفتح أبوك وتقول له إنك عايز تتجوز، ده هيفرح بيك أوي يا صابر ويمكن يرضى عنك. بعدين؟ بعدين يا حسن؟ عجبك؟ بخلص بقى يا رحاب. شوف يا زين، انت لو عملت كده تاني احنا هنطلق. لا طلق ايه يا كفل الله الشر؟ في حد يطول القمر ويسيبه بسهوله كده؟ يا ريت اخلاقك حلوه كده زي الكلام. حاضر يا ستي، هحاول احسن من اخلاقي واخليها زي كلامي. خلاص بقى سماح، افرضي وشك عايز اخد رايك في موضوع مهم. خير ان شاء الله. صابر عايز يتجوز سهيله. قصدك سهيله هي اللي عايزه تتجوز صابر؟ لا قصدي زي ما سمعتي، صابر عاوز يتجوز سهيلة. هو جالي وطلب كده. وانت قلت له ايه؟ انا ما ردتش عليه، بس انا عارف برضه البنت لما اقول لها كده كده هتطير من الفرحة. اكيد. انت ايه رايك؟ وانا مالي يا زين؟ دختك وانت حر فيها. الله، يتجوزوا ولا ان شاء الله يولعوا في بعض، ما يخصنيش. ولما هو ما يخصكيش، ما انا اتضايقت كده ليه وركبك بيت عفريت؟ ما اتضايقتش ولا حاجه، اصلا دي اللي تليق عليه. خلي بالك من كلامك يا رحاب، خلي بالك من كلامك، اللي بتتكلمي عليها دي تبقى اختي. يا بت احلف احلف، قول اقسم بالله العظيم طلب مني كده. مالك في ايه؟ ما تهدي مالك. يعني هو جالك وقال لك انا عايز اتجوز سهيله؟ سهيله اختك قال لك كده؟ ايوه اتنيل وقال. احمدك يا رب احمدك يا رب. انا كنت متاكده ان صابر ده من نصيبي، ما حدش كان مصدقني. طب هو هيتجوزني امتى؟ قال لك ايه على الفرح؟ طيب هعيش فين؟ طيب طب هنعمل ايه؟ ده ايه يا بنت المهبوشه؟ في ايه؟ انا لسه ما ردتش عليه من اساسه. نعم لسه ما ايه؟ طب اقسم بالله لو بتفكر مجرد تفكير انك ما توافقش هولع في نفسي وانا قاعده. يا بنت افهميني افهميني، أنا خايف يكون عامل عليا ملعوب، خايف يكون عايز يأذيكي، خايف من الآخر كده يكون عايز ينتقم مني فيكي، فاهمة ولا الفهم بعافية؟ قصدك يعني عايز يتجوزني عند فرحاب صح؟ الله ينور عليكي. طب أقسم بالله لو عايز يتجوزني عشان بس يغير اسمه في البطاقة من عازب لمتزوج ما عنديش أي مشكلة. والله أطلع لك حس وكبرت يا سهيلة. طب زين، مش أنا أختك حبيبتك؟ مش أنا اللي وقفت جنبك في جوازة رحاب وهننت وباركت؟ ممكن بقى تقف جنبي في جوازتي؟ حاضر حاضر يا بنت ابويا بحبك. فؤاد اخويا الصغير هو اصغر مني بعشر سنين.
تقريبا انا اللي مربياه. كان بيحب كل حاجه جديده لدرجه ان هو جات له لعبه جديده جايبينها اصحابه من بره، كانت بتعتمد على تعويذه لتحضير الجن. الموضوع عجبه وابتدى يقرا فيه عن السحر وعن الشعوذه، وابتدى يعمل حاجات كده يستحضر ارواح لحد ما اتاذى، وغالبا جن لبسه من الارواح اللي كان بيستحضرها دي. فؤاد كان دايما بيضحك وكان ناجح في شغله. أنا معرفش إيه اللي غيره 180 درجة، لدرجة إن هو حاول إن هو ينتحر كذا مرة، وابتدى يأذي نفسه ويعور نفسه. أنا ما بقتش عارف أعمل إيه. طيب تسمحي لي أشوفه؟ هجيبهولك، بس أطمن إن مفيش حد يعرف إن إحنا هنا، لا أنا ولا أخوي. ممكن؟ عشان كده جيتي من غير ميعاد. أنا موقفي حساس جدا، أنا آسفة. يا دكتورة رضا، أنا لو سر بيطلع من عندي هنا، أنت ما كنتش جيتي هنا النهاردة. أنا واثقة في كده، بس فؤاد هيرجع تاني زي ما كان؟ إن شاء الله. طب الحسابات إيه من فضلك؟ لا أنا ماليش في الحاجات دي خالص، أنا عندي أخويا حسن هو اللي مسؤول عن أي حاجة في شغلي. أنت منورانا وخد واجبك وهو موجود يعني. مرسي قوي، مرسي قوي قوي. مرسي، شكرا. بقول لك ايه يا زين، انا فكرت في موضوع صابر واديني بقول انا مش موافقه. غريبه، مع اني فاكر يعني لما سالتك قلت لي وانا مالي، وانت مالك بقى دلوقتي؟ الا العيله دي، البعد عنهم غنيمه، وانا متاكده ان ليهم يد في قتل ابويا، واستحاله انا اسيبهم. حق، ما كان حلو صابر، كان حلو مرشوش عليه سكر، بقى قتل قتل ليه دلوقتي؟ أنا قلت اللي عندي يا زين. اللي عندك ده هيخصك، إنما مستقبل أختي وجوازها ده يخصني أنا، أنا أعمل فيه اللي أنا عايزه. حتى بعد ما قلت لك إن ليهم يد في قتل أبويا؟ ولما هم ليهم يد في قتل أبوكي كنت ساكتة ليه كل ده؟ عشان بلا علشان بلا ما علشان شيء. أنا مش مغفل يا رحاب، أنا ما كنتش لسه رسيت هقول إيه لصابر، بس بعد كلامك دوت هروح أقول له أنا موافق. على كده انت بتعرض يا زين؟ انت اللي الظاهر عليك اتجننتي، مش واخده بالك انك على ذمة راجل. ايه في ايه مالكو؟ عقل اختك يا منال، عقل اختك وفهميها، عشان عايزه تقف في جوازة سهيلة. ايه وانت مالك انت تقفي في جوازة سهيلة ليه؟ صابر هو اللي هيتجوزها يا منال. لا يا زين، انت عارف المشاكل اللي بيننا وبين صابر، يعني احنا عايزين نبعد عنه مش نناسبه. طب انتوا الظاهر عليكم الجنان راكبكم، وانا هضطر امشي دلوقتي قبل ما ارتكب جناية، بالاذن لاصلح حالنا وحالكم. ازيك يا فؤاد؟ ازيك يا شيخ؟ انا اسمي صابر. ازيك يا شيخ صابر؟ عندك كم سنة يا فؤاد؟ 30 سنة. واللي تعب؟ مفيش حاجة تعباني غير ريحة البخور ده. ليه؟ معرفش ريحته خانقاني. لا بس ريحته حلوة. مش حلو. لسه تعبان برضه؟ أقول لك بس بقى ريحته خانقاني. حطش بخور تاني بقول لك. محنوب؟ في حاجة طبعا على صدري. طبعا على صدرك من أنهي حتة؟ هنا. فين بقى؟ من الحتة دي كده؟ بس! 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 قلنا ما تقلقي.
لله على سلامة أخوك. ده ما يفرقش جيبه خالص. شهل يا عم علي وخليهم يرصوا الحبهان ده كله جوه. سلام عليكم. ايوه يا ست امورين. النبي يا ابني ما تعرفش فين بيت صابر ابن الشيخ سلام؟ قالوا لي ان اخوه بيشتغل هنا. اه يا ست كان شغال هنا وكرشناه. في ايه يا باسم؟ مفيش يا ست الحاج. بسال على واحد اسمه صابر. تقصد الشيخ صابر. بيته على اول الطريق. بس الحاجات دي حرام وفيها كفر. حاجات ايه بس يا بنتي؟ انا جايه من طرف امه. أمه؟ وهي الست صفاء هتوه عنه؟ صفاء مين؟ أنا بتكلم على أمه فيفي. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.